السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم سالم زين من تقنية بلا حدود. معنا زي ما أنتم شايفين اللي هو السوني إكسبيريا آيون، ولكن باللون الأحمر. طبعا راح نشوف أنبوكسنج له بشكل سريع، وراح نشوف يعني لون الجهاز الجديد اللي هو اللون الأحمر، راح يتوفر في السوق إن شاء الله. يلا خلونا نشوف محتويات العلبة. طبعا نبدأ بفتح كالعادة. طبعا نذكر مواصفات الجهاز يعني بشكل سريع. الجهاز اساسا هو يعني ابعاد الجهاز هي حوالي 133 في 68 ملي، وطبعا سماكته هي 10.8 ملم. وزن الجهاز 144 جرام. ليش علبتهم كذا؟ طيب يبتدي من شيء. طبعا ايضا الجهاز يمتلك شاشه بحجم 4.55 انش، 720 في 1280 بكسل، 323 بكسل بير انش. وايضا طبعا الشاشه هي LCD مع LED باك ليت. طبعا خلينا نشوف الجهاز. طبعا اللون هذا على جنب، وهذا هو اللون الأحمر. طيب من قدام طبعا أسود الشاشة كاملة، ومن هنا هذا اللون الأحمر. بس قلت أساس يطلع أوضح بالنسبة لكم. طبعا زي ما ذكرنا الجهاز يحمل طبعا ذاكرة داخلية بحجم تقريبا 13 جيجا، وأيضا رام بحجم 1 جيجا بايت، ومعالج ثنائي النواة سناب دراجون اس 3، و بطارية بحجم 1900 ملي امبير. طبعا يمتلك كالعادة واي فاي وبلوتوث فيرجن 2. طبعا زي ما انتم شايفين هذا الملمس المعدني، لكن جاي باللون الاحمر. نخلي الجهاز على جنب، نكمل محتويات الصندوق. طبعا هذه هي السماعات، وهي لونها اسود. كنا متوقع انه العلبه كامله تجي باللون الاحمر، ولكن يبدو انها باللون الاسود. نشوف شاحن وراس شاحن. نشوف ايش الاشياء الثانيه. سوني طبعا بعض الكتيبات ودليل التشغيل وغيرها. وطبعا الجهاز مزود بكاميرا 12 ميجا بكسل، فيها إمكانية تصوير Full HD 1080p على 30 فريم بالثانية، وكاميرا أمامية 1.3 إنش. طبعا مع الأسلاك سوداء كالعادة، ما بقى شيء في الكرتونة أتوقع. نرجع للجهاز. طبعا الجهاز مزود بنظام الاندرويد 4، تحدث قريبا طبعا هو، وطبعا فيه الفلاش LED فلاش موجود. احنا سوينا مراجعة كاملة على الجهاز نفسه، لكن احنا حبينا نوري اللون الاحمر للي يحب الالوان، تعدد الالوان بالنسبة للجوالات. اللي حاب يعرف كل شيء عن الجهاز يتابع الروابط اللي راح احطها في الديسكريبشن، فيها مراجعة كاملة عن الجهاز، مراجعة فيديو ومراجعة للنظام، يعني كاملة 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 على الجهاز. لكن احنا بهالفيديو حبينا بس نوري الناس اللون الأحمر للي يحبون يعني اللون الأحمر وغيره. طبعا الجهاز إن شاء الله باللون هذا راح يتوفر قريبا. هذا إذا ما كان متوفر بالسوق، لا ما عندنا أي معلومة. طبعا هذا اللون الأحمر زي ما انتم شايفين. هذا كل ما لدينا. كان معكم أخوكم سالم زين من تقنية بلا حدود، مع ألف سلامة.